في البداية بغيت أقول أن دأبت بابكو منذ إنشائها منذ أكثر من 80 عاما على أن تكون، بالإضافة إلى أن تكون هي المساهم الأكبر في الاقتصاد الوطني، أن تكون كذلك المساهم الأكبر في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية. وما رعيت بابكو لنهائي كأس السوبر إلا في الحقيقة ترجمة لنهج القيادة الرشيدة في مشاركة بابكو في التنمية المستدامة وبالدعم المستمر والقوي من معالي وزير النفط ورئيس مجلس الإدارة معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. وطبعا يعني احنا بابكو دائما كانت ولا تزال متميزة، ودائما نركز على الرياضات المتميزة والاتحادات المتميزة. وقد أثبت الاتحاد البحريني برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة حفظ الله أنه دائما كان مثال للتطور والتقدم والتغيير. وفي الحقيقة لقد شهدنا منذ إنشاء كأس السوبر منذ 3 سنوات نقلة نوعية وتحسن مستمر وأداء متميز، سواء في التغذية الإعلامية، سواء في المشاركة، أو سواء في إحساس الجماهير والتغطية على مستوى البحرين. وإحنا كشركة، كأكبر شركة في البحرين، نفخر بأن تكون لنا الرعاية، ونوعد إن شاء الله بأن تستمر الرعاية المستقبلية حتى نكون كمساهم في وضع البحرين مملكتنا الحبيبة على خارطة الرياضة العالمية. سعدنا اليوم بلقاء ممثلي شركة بابكو لتجديد لرعاية كأس السوبر الاتحاد البحريني لكرة القدم لعام 2016-2017، وهذه تعد السنة الثالثة بالشراكة مع هذه الشركة الوطنية اللي احنا اليوم كمجلس إدارة وكاتحاد بحريني لكرة القدم نتشرف بهذه العلاقة الطويلة والعميقة ما بين هذه الشركة الوطنية المساهمة فعلا الحقيقة في أنشطة الاتحاد البحريني لكرة القدم. سعدنا اليوم بلقائهم وتجديد هذه الشراكة، آملين إن شاء الله أنها تكون فاتحة خير لموسمنا الكروي 2016-2017، على أن يعني تظهر بالصورة اللائقة والمستوى الفني الذي يليق الأندية البحرينية، وها تنظيم هذه البطولة اللي احنا كاتحاد وضعنا لها تنظيم خاص لإخراجها بالصورة المناسبة. وعادة ما تكون كأس السوبر أو يكون كأس السوبر يعني انطلاقة لموسمنا الكروي، فيحرص الاتحاد دائما وكمجلس إدارة في الاهتمام بهذا الحدث المهم. فكذلك نؤكد أن هذه الشراكة هي شراكة طويلة المدى، بدأت منذ 3 سنوات ونحن في النسخة الثالثة من هذه الشراكة، ونفتخر بأن تمتد هذه الشراكة لمدة 3 سنوات، وسنقوم إن شاء الله بإخراج هذا الحدث كاتحاد بحريني بشكل يليق بهذا الراعي وفي مسابقات الاتحاد البحريني لكرة القدم. فيما يخص الأندية التي ستلعب في هذه البطولة الغالية، بطل الدوري وبطل الكأس، ناديي المحرق والحد، لا شك الناديين يعني في السنوات الأخيرة أثبتوا جدارتهم في الوصول إلى المصاف المتقدمة، سواء في بطولة كأس سيدي صاحب الجلالة أو الدوري العام أو دوري فيفا للاتحاد البحريني لكرة القدم. كذلك يعني أعتقد إن شاء الله باستعداداتهم التي تابعناها مؤخرا أن الفريقين سيظهرون بشكل يليق بهذه البطولة، وستكون مؤشر جيد لانطلاقة موسم، خاصة أن احنا كاتحاد بحريني لاحظنا في السنوات الأخيرة تطور تدريجي في جميع الأندية وعمل جميع الأندية الفني الذي أدى إلى المنافسة في العمل سواء الإداري والفني لجميع الأندية. فهذه الملاحظة جدا إيجابية خدمت كل الأندية في التطوير من عملها في جانبي الإداري والفني. فنتطلع إن شاء الله أن نرى فاتحة جميلة جدا لموسمنا الكروي 2016-2017 إن شاء الله بتاريخ 26 من شهر 8 إن شاء الله.